سليم تعبان قوي، ومحدش فينا معاه تمن العمليه اللي المفروض يعملها، عشان كده الواد نعمان عايز الفلوس دي. ويعني فاكر انه لو راح وادى العقد بياسمين هتديله فلوسه؟ احنا اللي بيننا وبين ياسمين مش عقد وفلوس وفيلم، لا هي حسب الغدر، حاسه ان احنا غدرنا بيها وفرقنا بينها وبين شادي. بس ده ما حصلش. روح بقى اقول لها الكلام ده. يعني بذمتك حسيت بايه وانت بتبص في وش الواد النهارده؟ بذمتك تاني الكدبه دي تستاهل ان احنا نفرق الناس دي من بعض؟ تستاهل ان انت تروح تهج؟ بس تستاهل ان احنا نلحق عم سليم. عم سليم ده اب لينا كلنا. ايوه ماجد، بس انت عارف كويس انه عم سليم لو كان مكاننا كان هيقول لنا نعمل ايه، كان هيبقى عايزنا نعمل الصح. يبقى ارجع اكلم شريهان يا ماجد، انتوا طول عمركم رايقين على بعض. انت اللي صفرتي حساب نعمان في البنك يا ياسمين؟ مالي انا ومال حسابات جوزك في البنك؟ ما تبطلي بقى حواراتك دي. انا كان قلبي حاسس انه عنده مشكله، وفضلت ورا البنك لحد ما عرفت ان الاكونت بتاعه اتوقف وبامر من الشركه بتاعته اللي هو انت. ليه ياسمين؟ ليه؟ انت مش وقفتي الفيلم وعملتي اللي في دماغك كالعاده خلاص؟ في ايه بقى بينك وبين نعمان؟ في انه كذاب بوشين، راح لشلته يتفق مع البنت اللي اسمها مريم عليا، سايبينها تكتب الفيلم عشان في عقد بينهم وبين حسن بيقول ان ده من حقهم. فانا كمان بقى من حق ازعل ومن حق اتضايق ومن حق لما يقول لي انه عايز يخلع من الشركه وياخد فلوسه ان اقول له دي قصدي. انت طبعا ما تعرفيش اي حاجه عن الكلام ده. عارفه ليه يا يارا؟ عشان هو لسه شايفك العيال الصغيره اللي بتقعد معاه في النادي. قلت لك ساعه ما جيتي تتجوزيه. انت كمان هتقوميني عليها يا ياسمين؟ عاوزه تكرهيني فيه؟ حتى جوزي عايزاني اخد صفك ضده؟ عشان ده الصح، مش لعب عيال. هو دي فيها سمعتك وسمعتي وفيها رامي يا يارا ابني. في الاخر احنا ملناش غير بعض. هلو يا جماعه، تتكلمي عن الصح والغلط من وجهة نظرك انت يا ياسمين، بس انت عارفة كويس قوي ايه الصح. كفاية بقى. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.